بعد أسبوع من بدء إزالة مخيم كالي، شرعت الحكومة الفرنسية في إجلاء 1500 طفل من المهاجرين، حيث غادرت حافلات وعلى متنها قُصّر من غير أقارب بالغين، ليتم توزيعهم على مراكز استقبال مختلفة. وهؤلاء المهاجرون كانوا يعيشون في ملاجئ مؤقتة مصنوعة من الصفيح وفي حاويات في منطقة كالي، آملين العبور إلى بريطانيا. إنهم يافعون وبإمكانهم تلقي التدريبات اللازمة، وهم قادرون على تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة أو أي لغة أخرى، وفي المستقبل سيندمجون في المجتمع. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن طلبات المهاجرين ستعالج بصفة فردية من قبل مسؤولين بريطانيين بعد تحويلهم إلى مراكز الاستقبال الفرنسية. وكان خلاف طرأ بين فرنسا وبريطانيا بشأن وجهة الأطفال، وطالبت فرنسا بريطانيا باستقبال المزيد منهم. أعتقد أنه على الجميع مساعدة هؤلاء الأطفال. التركيز الإعلامي كبير جدا على مخيم كالي، وهناك جدل بين الحكومتين البريطانية والفرنسية، ولكن على جميع الدول أن تتعاون لحل هذه الأزمة الإنسانية. استقبلت بريطانيا نحو 270 طفلا لحد الآن ممن لديهم أقارب في بريطانيا ويعيشون ظروفا صعبة. وفككت السلطات الفرنسية آخر مقر للمهاجرين في كالي يوم الاثنين بعد إجلاء نحو 7000 شخص. الرئيس الفرنسي يؤكد أنه لن يسمح لأحد بالعودة إلى مخيم كالي الذي تم تفكيكه، والذي جمع المهاجرين غير الشرعيين الفارين من بلادهم بسبب الحرب والفقر والدمار والساعين لعبور بحر المانش إلى بريطانيا. دانيا إرشيد، الإخبارية، لندن.